شارك الأستاذ عبد الحليم علام نقيب المحامين في احتفاليات تكريم المتفوقين من أبناء السادة المحامين التي نظمتها نقابة شمال الشرقية ونقابتي شرق وغرب طنطا. وقال الأستاذ عبد الحليم علام أن نقابة المحامين بها قامات قانونية كبيرة تمتلك فكراً نقابياً رشيداً وقادرة على إدارة شؤون النقابة. وأكد نقيب المحامين أنه يعتبر الأزمات التي واجهته في نقابة المحامين منحة من الله للرد على كل من شكك في قدرته على إدارة الشأن النقابي في نقابة المحامين، وأن لديه خبرة في العمل النقابي تصل إلى 31 عاماً. وأضاف النقيب العام أنه لو أتى نقيب غيره لنقابة المحامين خلال العام والنصف، وهي المدة المتبقية من فترة المرحوم النقيب رجاء عطية، كان سيبدد 3/4 ميزانية النقابة، وأنه نجح في غلق منافذ السرقة والنهب داخل نقابة المحامين. وأكد سيادته أنه سيستكمل منظومة التحول الرقمي داخل نقابة المحامين، بحيث يحصل المحامي على كل الخدمات النقابية وهو في بيته، وسيتم تحصيل الدفع بالطرق الإلكترونية. ومن جانبه قال الأستاذ محمد خليل نقيب محامي غرب طنطا أن الأستاذ عبد الحليم علام يعمل على الارتقاء برسالة المحاماة والمحامين، وأنه حريص كل الحرص على أموال نقابة المحامين، فهو صاحب وعد صادق أوفى بجزء كبير من وعوده في فترة زمنية وجيزة. ينادي السيد النقيب العام، وأنا فرداً من الجمعية العمومية لمحامين مصر، قبل أن أكون نقيباً لمحامين غرب طنطا، أناديه باستكمال هذه الإنجازات، وأعلن عن نفسي وبشخصي دعم الكامل والغير مشروط لسيادة النقيب العام الأستاذ عبد الحليم علام لاستكمال ما بدأه من إنجازات